بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، زعيم عصابة المافيا، هذا العمل عمل مافيا. نعم أخواني الأفاضل، العلماني الكبير، زعيم العلمانيين تركي الحمد، هذا الإنسان غرد بتغريدة يمكن كثير منكم سمعها، ولكن خلونا بس ندردش في هذه التغريدة لأجل أنا أوصل لكم رسالة عامة. أنا أقول لكم دائما أخواني الأفاضل، الحمد لله معظم فيديوهاتي أحب أوصل رسالة عامة، ما أحب أتكلم عن موضوع معين بذاته، لكن هدفي أن نطلع بنتيجة عامة أخواني الأفاضل تفيد المسلمين. إيش قال في تغريدته؟ يقول: كنت اليوم أتابع الغيوم. رومانسي رومانسي يا هذا عمل مافيا. نعم رومانسي يا عمل مافيا. كنت اليوم أتابع الغيوم وهي سابحة في سماء الرياض. رومانسية يا حبيبي. فشاهدت فتاتين محجبتين، طب وبعدين، تقودان إيش دراجتين وتضحكان بصوت مسموع. قد يبدو هذا المنظر طبيعيا هنا أو هناك، ولكنه في الرياض تعبير عن نقلة نوعية، نقلة نوعية ما كان من الممكن أن نراها قبل 4 سنوات فقط. الشكر لله أولا، ثم لمحمد بن سلمان الذي جعل ذلك ممكنا. نعم إخواني الأفاضل، هذه التضريطة اللي ضرتها قردي الحمد، يقول لك انه يعني مبسوط، وانه يعني من 4 سنين من المستحيل والمعقول انه يحصل فتاتين محجبتين. ركزوا على كلمة محجبتين، وهذول طبعا هم اكبر اعداء للحجاب. فرحان انه في فتاتين محجبتين في الرياض يضحكون وصوتهم مسموع، فيشكر الله سبحانه وتعالى، وبعدين يشكر محمد بن سلمان بن جامينو. أخوان الأفاضل، إيش نفهم من هذه التغريدة؟ أنا أقول لكم طبعاً العلمانيين كلهم خمة، الغرب والعرب وفي جميع الدول، أي إنسان يطالب بفصل الدين عن الدولة فهذا الإنسان قد كفر بالله. أنا أقول لك والله إحنا ما لنا خص في الشريعة، هناك الشريعة في المسجد، إحنا نحكم بما اللي إحنا نفهمه، تعليمات الله ما نبيها، منهج الله ما نبيه، ابتعدوا عن الدين، اللي يبي الدين يروح المسجد. هذه هي العلمانية. ولكن الفرق بين العلماني الغربي والعلماني العربي، العلماني الغربي والعلماني العربي كلهم ما عندهم مانع، زنا، دعارة، خمر، سوي اللي تبي، ما عندهم مشكلة. لكن الفرق بين العلماني الغربي ان العلماني الغربي يبي تطور، يبي تعلم، يبي مصانع، يبي حقوق، يبي ديمقراطية، يبي انتخابات، يبي 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 يشوف الدنيا عنده، يبي تطور عمراني وبنائي واقتصادي، يبي يطور بلاده. إنما العلماني العربي أو اللي يقول عن نفسه أنه علماني مسلم، شنو هدفه؟ دعارة، عري، خلع الحجاب، يكره الإسلام ويكره الإسلام ويكره الإسلام ويكره القرآن ويكره النبي، بس ما عندهم شيء ثاني. اخلع الحجاب، اخلع الحجاب، قيادة المرأة، 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 ما عندهم شغل إلا صياعة المرأة. إنما العلماني العربي يبي ديمقراطية. لا، شنو الديمقراطية عند العلماني العربي؟ إني أنا أحكم وأحكم وأنا وبس وأنت تصفيك. هذا هو العلماني العربي، لا يؤمن بحرية اختيار الحاكم، أنا الحاكم، احنا الحكام، يؤمن بالدكتاتورية قاتلهم الله. هذا واحد. اثنين، يكره الإسلام، يكره الإسلام، يكره الإسلام. رقم 3، وعلى فكرة العلماني العربي يكره الإسلام لكن يحب الديانات الأخرى، يحب البوذية ويحب المسيحية ويحب اليهودية ويحب جميع الديانات إلا الإسلام، وما عنده شغل رقم 3 إلا المرأة، عري المرأة، تفسخ المرأة، صياعة المرأة وبس. هذه أجندة العلمانيين العرب قاتلهم الله، اللي معظمهم كفار، والله معظمهم كفار إخواني الأفاضل. هذا قردي الحمد يعني هذا يسمى مثقف. أنا ما أدري شلون أهل السعودية يسمون هذا الإنسان مثقف. والله لو كاتب تغريدة وطالع، وفي ناس كثير ردوا عليه، لو طالع يقول أوه والله أنا اليوم مصنع
للسيارات. شكرا محمد بن سلمان، مصنع للسيارات، وبنقول لك والله برافو عليك يا تركي. منذ 4 سنوات لم نرى حل البطالة، حل البطالة، بنقول والله شكرا يا تركي. تكلم عن حل البطالة، لو شاف والله ان عدلوا الشوارع، لو شاف انه صار في تطوير، لو طلع وقال في تغريدة والله اليوم المملكة اطلقت اول صاروخ، بنقول والله يا اخي جزاك الله خير. لو قال والله صناعات، لو قال والله دبابات، بنقول والله قنبلة نووية، بنقول والله جزاك الله خير يا تركي. لكن انت يلي تسمي نفسك مفكر، حاط دوبك وعقلك وتغريدتك انه والله ثنتين راكبين دراجات ويضحكون ومحجبات، فرحان فرحان انه والله في تحرر؟ هذه هي اقصى امالك لبلدك ولوطنك؟ حسبي الله ونعم الوكيل على حموريتك، على افكاركم الحمورية، عشان بس تعرفون يا ناس اشكال وانواع اللي يسمون نفسهم علمانيين ومتحررين وليبراليين. هذه اقصى امنياتهم، اقصى امنياتهم ايش؟ انه يخربون اخلاقكم. اقصى امنياتهم منع الزواج، جير فريند، بوي فريند. يعني عندهم لما الدوله تفتح خماره تطور، لما يفتحون مرقص حضاره ترفيه، مثل عندهم الان يقول لك الترفيه والترفيه. زين شنو الترفيه؟ ايب المغني الامريكي للوين هذا القرد، واروح اعطيه فراري ولامبورغيني واجيب عاهرات واكرمهم، هذا هو الترفيه عندهم. وان الشعب يطلع ويرقص ويعربد وواحد يلم حبيبته امام الناس، هذا هو الترفيه عندهم. نعم هذا هو الترفيه صح؟ حسبي الله عليكم. ولكن والله هم يفضحون انفسهم، هم يفضحون انفسهم. وبعدين يا قردي انت وحكومتك يلي ما عندكم شغل الا والله ايران ايران ايران. انا للعلم في كثير من الناس تتكلم، وانت ما انا تكلمت كثير عن ايران، وانا اعلنها ضد حكومه ايران. نعم هناك كثير من الشعب الايراني شعب طيب شعب فحا، لكن انا ضد حكومه ايران. ايش رايكم؟ انا اعلنها لكم وما اخاف من احد. ما تقوم به الحكومه الايرانيه كثير من الامور حتى في شعبها اجرام ما بعد اجرام اخواني الافاضل. ولكن حكومه ايران قاعده تتحدى العالم. لما الإيراني يقول أنا إيراني، على الأقل يفتخر أن حكومته واقفة في وجه أمريكا، حكومته تتحدى العالم. يا قردي يا اللي أنتم ما عندكم شغل، يا ريت لو سويتوا 1% من اللي سويته إيران. إيران عندها صناعات، إيران عندها صناعة سيارات، عندها صناعة أسلحة، إيران عندها صناعات، إيران تنتج دوائها، إيران تنتج غذائها. أنت إيش أنتجت أنت يا حمار يا بقرة؟ إيش أنتجتوا أنتم في السعودية وفي الدول؟ فشلتونا. حسبي الله ونعم الوكيل. ما عندكم شغل إلا عري المرأة؟ إيران الآن قد تكون هي حتى انتجت القنبلة النووية. روحوا شوفوا تركيا اللي انتم قاعدين تعدون تركيا، روح يبا زور تركيا، شوف الصناعات والتطور اللي في تركيا. هذا ايش قاعد تسوون انتو؟ ما عندكم شغل إلا بس المرأة تبونها تطلع وتتحرر وتتفسخ؟ هذا عندكم التطور؟ يقول لك والله يا أخي احنا لا 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 فصل الدين. انت الدين اصلا يعني شو اقول؟ انت 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 لو لو لو, لو ندوسك بالاحذاء يعني استغفر الله، شو اسبك وشو اشتمك؟ انت دين الاسلام يشرفك ويشرف 10 من اشكالكم من حكامك. قاتلكم الله ما انجزكم. اصلا المسلمين ما حكموا العالم 1200 سنه الا بالدين يا غبي. نعم لا تصدقون هالاشكال يا ناس. كلك طلعت، يا ريت لو طلعت تكلمت عن البطالة. ما مئات الألاف ملايين الشباب ما عندهم وظيفة، الناس مو قادرين يأكلون. يا ريت حاكمك حل مشكلة السكن، يا ريت حليتوا مشاكل العنوسة والطلاق والبلاوي، بنات أرامل اللي أرملة واللي هم مش لاقين يأكلون. يا ريت تحلون هالمشاكل، يا ريت تحلون مشاكل المخدرات، يا ريت تحل مشاكل الفساد والبوق والهبش. التريليونات اللي ضاعت وين هي؟ مفروض بلادك لعلمك افضل وارقى واجمل بلد في العالم من الخير اللي جاها اللي مش باين فيها. وحط دوبك وعقلك سنتين سنين. الله اكبر، لا ما شاء الله عليك، يعني انجاز عظيم، انجاز عظيم. ما اخباك واخبى اللي يتبعك والناس اللي يمشون وراك وحزبك الكوهين النجس اللي ما عنده هم إلا نشر الفساد.
إخواني الأفاضل سبحان الله، عشان تعرفون أشكال هالعلمانين الأنجاز، الله سبحانه وتعالى فعلا يأمرنا بالجنة، يأمرنا بالخير، ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات إيش؟ أن تميلوا ميلا عظيما. هذا وأشكالته هم اللي يبوننا، عفوا هذا وأشكاله هم اللي يبوننا نميل ميل عظيم. وشنو الميل العظيم في وجهة نظرهم؟ إن نترك الدين نصيع ونضيع ونلعب. وخذني سيارة لتل أبيب، خذني سيارة لتل أبيب يا حبيبي. هذا هم اللي يبونه، إنما نتمسك بديننا وبإسلامنا وبشرفنا ونحشم بناتنا؟ لا لا يا حبيبي، لا، هذا الشيء ما يريدونه هالأنجاز. أتمنى الرسالة تكون وصلت. وهم أنا قلت لكم دائما والله الله يجري إيش ال 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 الفضيحة على لسان، هم أنفسهم يفضحون أنفسهم. الله يجري الكذب ويجري الحقيقة اللي تطلع من أنفسهم ليكشف زيفهم لكم أعزائي المشاهدين. وأتمنى رسالتكم وصلت.